نظمت قائم مقامية قضاء الفلوجة ندوة تعريفية عن مركز المعلومات المدني وطريقة استخدام نظم المعلومات الجغرافية في المدينة، ويهدف القائمون إلى بناء قاعدة معلومات رصينة وتوحيد المعلومات التي تخدم المؤسسات الإغاثية ومنظمات المجتمع المدني. تقرير سلام خالد وهذه التفاصيل. في خطوة نحو بناء قاعدة بيانات رصينة وحقيقية للمعلومات المدنية في الفلوجة، تم إنشاء مركز المعلومات المدني CIC من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية أو المعروفة BGIS. تابع للقائمة المقامية، هم موظفين في قائمة مقامية الفلوجة، الآن هو يعني تابع المركز، الآن هو مقره في دائرة المجال الفلوجة، لأنه لحد الآن بناية القائمة المقامية لم تكتمل حتى يكون هذا القسم إلى بنايته الخاصة. فرق جوالة موجودة بالتنسيق مع مخاطير الفلوجة، موجودين الآن في كما أسلفت في الجزء الشمال الشرقي من المدينة. الوقت مرهون بالإمكانيات الموجودة لدى الفريق هذا، كل ما كانت الإمكانيات متوفرة كل ما كان العمل قصير في هذا المشروع. سيخدم هذا منظمات المجتمع المدني في تحديد الناس ذوي الدخل المحدود، الناس عديمي الدخل، إضافة إلى مساعدة الجهات الأمنية في عملية في سهولة تعقب الجريمة وتحديد المكان، تحديد الدور اللي المسكونة من قبل مالكية فعلا أو الدور المؤجرة عن طريق ملاك هذه الدور. من أهداف المركز توحيد المعلومات والتعرف على أرقام وبيانات وإحصاءات تخدم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإغاثية وحتى مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية. تم حضورنا هذا اليوم وورشة عمل التي يقيمها مركز المعلومات المدنية للتعريف بالنظام المتطور لجمع المعلومات، حيث سيتم التنسيق مع الحكومة المحلية لجمع المعلومات عن جميع الأشخاص والمنازل الموجودة في المدينة، وسيتم تشكيل قاعدة بيانات رصينة وسهلة البحث تساعدنا على جمع المعلومات وتقصي المعلومات وتعقب المطلوبين في مدينة الفلوجة بشكل أسهل من السابق بكثير. أكيد مشروع جمع المعلومات المدني راح يوفر للدولة ويختصر كثير من الأمور. بصفتنا مختارين أعرف منطقتي ساكن بها من أكثر من 20-30 سنة، إضافة إلى السمرة اللي وزعونها سمارة المعلومات، من أفتر أني كمختار على بيت وأجيب أسماء العائلة ورقم الدار ورقم السيارة ورقم التليفون، وراح ينخزن هذا أكيد بالحاسبة بقسم المعلومات. أكيد راح يوفر حتى للدولة يعني، فالجهد كان ثقيل على الدولة راح يختصر هذا الشيء. المركز يعتمد على الفرق الجوالة مع المختارين في المناطق من أجل جمع المعلومات وتبويبها وتحليلها وتنظيمها في الحاسبة المركزية ليتم استخدامها كلما دعت الحاجة خدمياً وأمنياً.